السلام عليكم، يا مساء الفل. اهلا بيكم في حلقة جديدة مع اسامة. طبعا هبدأها بالخبر اللي جالنا من معسكر تونس ومن الاذاعات التونسية. اذاعة تونسية خرجت، اذاعة IFM خرجت من ساعتين تقريبا وقالت ان علي معلول والشيخاوي خارج معسكر تونس. الدكتور احمد ابو عبلة اجرى اتصال بعلي معلول، فعلي معلول قال له لسه الامر مش مفهوم، انا هعمل اشعة حالا واشعة رنين مغناطيسي. بعد اشعة الرنين المغناطيسي طلعت اذاعة موازيك التونسية ايضا وقالت ان لا، علي معلول مستمر في معسكر منتخب تونس اللي بيشارك في البطولة العربية، ولكن هيغيب عن المباراة القادمة. طبعا ده تضارب، لكن احنا بناخد دايما بالابديت، فالابديت بيقول ان علي معلول هيغيب مباراة واحدة فقط لا غير. وهنا ده التساؤل والاستفسار، هي نتيجة الاشعة الرنين المغناطيسي قالت ايه؟ قالت اجهاد مثلا في العضلة الضمة. طب ما كان في اجهاد من مباراة غزل المحلة، ومن وجهة نظري كان المفترض مع منتخب تونس يكون فكرة العضلة الضمة دي يعني خادعة حتى للاعب نفسه، فكرة راحة اللاعب مباراة او مباراتين. لكن علي معلول نزل المباراة اللي فاتت مرتين في الدقيقة 64 وهيغيب المباراة القادمة. نتمنى من منتخب تونس ومن الطبيب التونسي بمتابعة من طبيب النادي الاهلي دكتور احمد ابو عبلة، وده بالتأكيد هيعمله، ويكون في جانب احترافي من علي معلول قبل المنتخب التونسي وقبل طبيب المنتخب التونسي، لاننا بنحتاج علي معلول، وعلي معلول لنا مواقف سابقة مع المنتخب التونسي. طبعا كان بيحصل اصابات مع المنتخب التونسي ويغيب عن مباريات مهمة، يمكن غاب عن 2 نهائي اللي خسرناهم في دورة ابطال افريقيا 2017-2018، وكنا حاطين ايدينا على قلبنا وهو نفسه كان حاطط ايديه على قلبه ليغيب عن مباراه نهائي القرن اللي فزنا فيها امام نادي الزمالك. نتمنى الشفاء العاجل لعلي معلول، ونتمنى يكون الامر بيدار بشكل احترافي من علي معلول قبل حتى منتخب تونس، ونتمنى ان علي معلول لا يشارك الا اذا كان سليم 100%. وده موضوع مختلف تماما عن فكره انك تكون بتلعب مباراه واخر 5 دقائق شعرت باصابه وكانت التغييرات انتهت فبتكمل ال5 دقائق. انت هنا مش محتاج ان انت تبدأ، خاصة ان منتخب تونس غني بالنجوم وغني باللاعبين اللي يقدروا يحلوا محل علي معلول. وبمناسبة منتخب تونس بنقول لحمزة المثلوسي الف سلامة، اصابته بفيروس كورونا، اتمنى ليه الشفاء العاجل ان شاء الله. دي كان نقطة علي معلول. وبما اننا بنتكلم عن الاصابات، وبما ان علي معلول موقفه سلبي مع معسكرات المنتخب التونسي وتقريبا 60% من معسكرات المنتخب التونسي بيرجع لنا علي معلول مصاب، نفس الامر بيحصل مع سيء الحظ ايضا مع المنتخب المصري وهو حمدي فتحي. ولكن الحمد لله الاصابه كانت عباره عن ارتجاج بسيط، والجهاز الفني قرر ان هو يغير حمدي فتحي للحفاظ على حمدي فتحي من اي اصابه او تفاقم الاصابه، وبالتالي حمدي فتحي الحمد لله سليم 100%. وده بناء على تصريحات من الكابتن وائل جمعه اللي طمن جماهير كره القدم المصريه على حمدي فتحي اللي كان وقع عنيفه على وشه، وبان حصل شبه ارتجاج في المخ، ان منتخب مصر استفاد من القاعده اللي بتقول لما يتغير لاعب لاصابه في الدماغ يعني او ارتجاج في المخ، ان انت تقدر تضيف اللاعب ده تخلي التغييرات 6 تغييرات مش 5 تغييرات. وده اللي حصل من منتخب مصر النهارده اللي بالفعل 6 تغييرات، ولكن الفوز بهدف واحد فقط لا غير من ركله جزاء على منتخب لبنان اللي من وجهة نظري منتخب فنيا متواضع لا يرتقي لمنتخبات كبرى ممكن نواجهها في قادم المسابقة زي منتخب الجزائر او حتى منتخب المغرب اللي فايز الشوط الاول على فلسطين 1-0 وبيمتلك نجوم يعني في شمال افريقيا واضحين جدا في الدوريات سواء العربية او حتى كمان الدوري المغربي. فبالتالي المواجهات صعبة، والتحسن في الاداء مش بشكل كافي من كيروش. وكنت في نقاش مع صديقي احمد نجيب محلل اون تايم سبورتس وصديقي شريف سالم محلل قناه النادي الاهلي، وكان في خلاف كبير جدا بين الاثنين، والاثنين كانوا واخدين يعني مساله وجهات نظر. احمد نجيب مثلا كان بيقول وجهه نظره ان الراجل مش مشتت ومش بيلعب بعشوائيه، دي طريقه لعبه، دايما الجناح اللي ناحيه اليسار بيكون سنتر فيرود او راس حربه، وطبعا انسايد بيدخل الملعب وعشان يزيد داخل ال 18، اما الجناح الثاني بيميل لفكره الجناح الكلاسيكي اللي هو ممكن يلعبه بقى يعني محمد صلاح او احمد سيد زيزو او اي جناح او زي مصطفى فتحي. ولكن الحقيقة ان احنا قلنا حتى الشكل اللي ثابت عليه او ده بقى الشكل اللي كان بوجهة النظر اللي انا بميل ليها وهي وجهة نظر محلل قناة نادي الاهلي شريف سالم، ان فكرة الجناح او طريقة اللعب اللي بيلعب بيها كيروش
مش مناسبه للاعبين المنتخب المصري، او مش مناسبه حتى هذه اللحظه للاعب المصري. فبالتالي في طرق لعب اننا نقدر نثبت التشكيل عليها ويكون الناتج افضل من فكره ان انا مصر ان انا العب مثلا بمحمد شريف جناح، ان انا مصر ان انا العب بقفشه ناحيه الشمال او عبد الله السعيد ناحيه اليسار يعني، والطريقه دي. فبالتالي اذا كان في شكل ثابت للمنتخب فالمنتج مش قوي، الاداء مش قوي، مش افضل حاجه. كان في 14 محاوله على المرمى، في منهم 11 هجمه، لكن في النهايه النتيجه يعني مش بشكل يشير باي خير او ان الناس حتى تتفائل لفكره المنتخب. لكن هل محاولات كيروش وثباته على طريقه لعبه دي مع الوقت هتجيب نتيجه؟ ده اللي هتحكم فيه الابي الايام. ولكن انا وجهه نظري بما انك مع منتخب مصر المفترض تكون عندك بعض المرونه كمدير فني وتشوف انسب طريقه ممكن اللعيبه اللي معاك دي او القائمه دي تقدم لك منها افضل اداء وافضل نتيجه. لكن انا هنا هقف عند محمد شريف تحديدا، لان محمد شريف خاضع او واقع تحت ضغوط تحديات كبيره جدا لاثبات الذات، سواء مع كيروش او مع بيتسو موسيماني بعد تالق تاو، وتحديدا لما كان بيلعب راس حربه وسجل 5 اهداف. فبالتالي بستشعر الضغوط واقعه على محمد شريف بشكل كبير جدا، وحتى وجوده كجناح ثم بعد 20 دقيقه بيدخل مهاجم بيعمل له حاله من حاله يعني عدم الاتزان، واصراره على انه يسجل هدف لاثبات ذاته بيخليه اقرب ان هو يتخذ القرار بشكل متسرع، فبيكون القرار هو القرار الابعد عن القرار الصحيح. انا محتاج من محمد شريف يهدى، ومحتاج ان هو يكون عارف ان هو مهاجم كبير ومهاجم تقيل، وفكره اثبات ذاته دي المفترض يا محمد انت عديتها بمراحل، فالمفترض تكون مركز وبتلعب على ان الوقت اللي تلعب فيه تقدم افضل اداء بدون وضع اي ضغوط عليك، زي بالظبط محمد مجدي قفشه. محمد مجدي قفشه بيغيب عن منتخب مصر، بيرجع منتخب مصر بيكون هو العلامه الفارقه في المباراه، بيكون هو بغض النظر ان هو سجل هدف من ركله جزاء، ولكن دائما وابدا الخطوره وطرق اللعب بتبدا من عند محمد مجدي قفشه، حتى وهو بيلعب في مكانه مش هي الافضل لمحمد مجدي قفشه، ولكن هو قادر يؤدي افضل ما لديه بمنتهى الهدوء وبمنتهى التركيز. عايز محمد شريف يكون زي محمد مجدي قفشه في الفكر عشان يقدر يقدم افضل ما لديه. ولكن طبعا عمرو السوليه كابتن منتخب مصر هو افضل لاعب في المباراه، وتم اختياره من اللجنه المنظمه كافضل لاعب في المباراه. طبعا بالتوفيق لكل لاعبي منتخب مصر اللي قدرنا نفوز النهارده عن طريق ركله جزاء صنعها للامانه بشكل فردي احمد فتوح، اللي بيضيف لنفسه وخبراته في المركز ده، ومره على مره هيكون اساسي منتخب مصر بشكل كبير جدا. ورساله لاكرم توفيق، نرجو الهدوء يا اكرم، مش كل كرة لازم تقاتل عليها، لان بعض الكرات بتكون ابعد من يكون عنك، فبالتالي تدخلك في الوقت ده بيندرج تحت بند التهور. انت لعيب تقيل، لعيب قوي في الالتحامات، خلي التحاماتك للكرات اللي انت ضامن 100% ان انت تحصل عليها. دي كانت يعني ملاحظاتي على اداء منتخب مصر النهارده، اللي بنتمنى ان هو يزيد من مباراه لمباراه. عندنا مباراه يوم السبت ان شاء الله مع منتخب السودان اللي اتهزم امام منتخب الجزائر 4 اهداف، وللامانه منتخب السودان اتحسب له ركله جزاء بتضع برضو ايضا التحكيم المصري في حرج، لانها بالظبط هي ركله الجزاء التي لم تحتسب العام الماضي في مباراه الاهلي والزمالك لرامي ربيعه. هل يستمر او تستمر التحكيم في البطوله العربيه باحراج التحكيم المصري؟ ده اللي هنشوفه. اخيرا محمد ابو تريكا وموضوع محمد ابو تريكا وهاشتاج وي سبورت محمد ابو تريكا، وي سبورت ابو تريكا بيتصدر عالميا او بيكون في المكانة التانية عالميا في اقل من 20 دقيقة، وده بيدل على مدى شعبية ابو تريكا. الحقيقة اللي مش متابع، ابو تريكا طلع بتصريح يعني بيعترض فيه على الجولتين اللي في البريمير ليج اللي اشارة الكابتن بيكون عليها طبعا الاشارة اللي هي قوس قزح اللي بتشير لبعض العلاقات. فبالتالي ابو تريكا اعترض على ده، لان طبيعي ان ده ضد الفطره وضد الدين الاسلامي والدين المسيحي وكل الاديان. فكانت في حاله هجوم مضاد من الصحف الانجليزيه، وابتدعوا ان فكره ان بين سبورت تفسخ التعاقد مع محمد ابو تريكا، فكان هاشتاج داعم من جماهير الكرة المصرية بل العربية بشكل عام. يعني شفت بتجات زمالك، بتجات اهلي، شفت بتجات في المغرب، بتجات في الجزائر، في تونس، في السعودية، يعني كل المجتمع العربي الرياضي بشكل عام كان بيشارك في هاشتاج. فتخيل انت في 20 دقيقة اصبحت هاشتاج يا اما متصدر عالميا يا تاني عالميا، ويعني على مشارف التصدر ربما، والحلقة بتسجل ان هو يوصل لمكانة التصدر. وده مش عشان ابو تريكا بقدر ما هو عشان القضية اللي تبناها او صرح
صرح عنها ابو تريكه اللي هي قضيه يعني اعتقد بتلاقي رفض من كل المجتمعات العربيه تحديدا. وان كان رابطة الأندية أو رابطة الدوري الإنجليزي شايفة إن ده حرية تعبير وإنها لا حرية في إنها تعمل جولتين دعم من هذا الشأن، فعلى الجانب الآخر عليها أن تتقبل أيضا حرية التعبير من الجانب الذي يرفض هذه الحرية. بما إننا في فكرة حريات فلازم نتقبل إن الحرية دي مش بس الرأي اللي بيوافق هوايا، كل الآراء سواء آراء متفقة معايا أو آراء معارضة أنا عايز أشوف آراءكم برضو في التعليقات. ولكن قبل ما أختم حلقة النهاردة ما ينفعش ما نقولش الكابتن وليد سليمان، كل سنة وانت طيب يا كابتن وليد سليمان، احد اساطير النادي الاهلي. وليد سليمان اللي حارب بشكل كبير جدا وعلمي والتاريخ يعني شاهد عليه، ودخل المستشفى من اجل الانتقال للنادي الاهلي ومحاولات مستميتة ما بين بتروجيت وامبي، وكان وقتها يعني المتمسكين باللاعب بشكل كبير جدا، وعود سنة ورا سنة ورا سنة ورا سنة حتى اتت عام 2011 وهو لاعب بيحقق حلمه في النادي الاهلي عشان يقدم وليد سليمان نموذج للانتماء، واعتقد يستحق المحبة اللي يعني بينالها من عشاق ومحبي النادي الاهلي. كابتن وليد سليمان كل سنة وانت طيب، كل سنة وانت احد اساطير النادي الاهلي، كل سنة وانت محافظ دايما على ان مصلحة النادي الاهلي فوق الجميع عشان يكون ليك ان شاء الله مكانة مستقبلية مع النادي الاهلي. نشوفكم على خير، والاهلي دائما منتصرا، الاهلي فوق الجميع. بمناسبة الاهلي ماتش مونتيري خلاص بقى 5 فبراير، نشوفكم على خير، سلام.